مش هاديها في كل مكان، راجعة من حضراتكم مرة تانية، وتعالوا بينا مع بعض هنشوف مع بعض دلوقتي لقاء اهم جدا. زي ما بقول لكم دايما التنمية اللي بتحدث في مصر مهمة جدا، ما فيش شك في الكلام ده، ولكن اهميتها ان هي تبقى تنمية مستدامة مش ليا لوحدي، للاجيال القادمة ان شاء الله. معايا ومع حضراتكم الاستاذ الدكتور ياسر السيد شحاتة، خبير التنمية المستدامة واستاذ ادارة الموارد البشرية. حوارنا معه هيكون حول اهمية المشروعات القومية في دعم التنمية المستدامة في مصر. صباح الخير يا فندم واهلا بيك، ونعرف الساده المشاهدين بادئ ببدء كده ما هي التنميه المستدامه وما هي اهم اهدافها. صباح الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه والشعب المصري كله بخير. التنميه المستدامه عشان اتكلم يعني ايه تنميه مستدامه، لازم امر في عجاله سريعه على ثلاث مفاهيم رئيسيه الى ان اصل الى السستينابيلتي، التنميه المستدامه او السستينابل ديفلوبمنت. اتكلم عن الاول النمو، ويعني ايه معدل النمو وماذا يفيد النمو في اطار التنميه المستدامه. اولا النمو هو الزياده في الدخل الحقيقي، وده بيقام بالسلع والخدمات، لكن لابد ان يتوفر فيه ثلاث شروط رئيسيه. الثلاث شروط، لازم يكون الزياده في معدل الدخل الحقيقي لحضرتك يكون اكبر من معدل الزياده في معدل الاسعار، او الزياده في معدل الاسعار في نفس الوقت يكون اكبر في معدل النمو السكاني، وايضا يكون مستمر. المفهوم الثاني بعد النمو مفهوم التنميه فقط، لان الساده المشاهدين لازم يوضح لهم بعد المصطلحات الرنانه اللي طرقت على مسمع المواطن المصري او المصريين في الاونه الاخيره. تنميه مستدامه، تنميه فقط، طب ايه الفرق بين التنميه وايه الفرق بين التنميه المستدامه؟ لما اقول التنميه هي تغيير جذري في كافه القطاعات الانتاجيه. مصر دوله زراعيه، احولها لصناعه عشان اقدر اعمل تنميه، بس مع التحفظ الشديد انا لابد ان اتمسك بالتقدم الزراعي، لان احنا عندنا هولندا والدنمارك من الدول المتقدمه واعتمادهم كله على الزراعه. اذا اعمل الربط بين الصناعه والزراعه وابدا من خلاله انطلق نحو التنميه. التنميه في هذا الامر لابد ان تكون مستمره. ازاي؟ امريكا افضل دوله في العالم في الاقتصاد، اقتصادها، ودايما كاقتصاديين بنتكلم على ان امريكا لو عطست العالم كله يعاني من مشكله البرد. هنا حققت التنميه لابد ان تستمر لا تتوقف. الامر الثالث بقى، لان مربوط بها دول وشعوب اخرى. الدولار الامريكي يعتبر مقياس بالنسبه لعملات اخرى. بالظبط، مؤكد. هنا بقى لازم اقول ان امريكا مش هتتوقف، هي حققت فمش هتتوقف، فتبدا تستمر. لابد ان تستمر الاستمرار. وهنا بقى ظهر مصطلح الاستمراريه او الاستدامه. ابدا بقى في المحور الثالث او في التعريف الثالث، هو تنميه العنصر البشري، وده امر كبير جدا جدا جدا. ازاي ان انا اقدر اعمل تنميه في العنصر البشري من خلال العنصر البشري. ناتي بقى المصطلح النهارده اللي بنتكلم فيه، التنميه المستدامه. تنميه مستدامه لها فلسفه. هقول لحضرتك فلسفة المصريين ايه والقيادة السياسية ايه والفلسفة الدولية ايه. الفلسفة الدولية ان انا ألبي باحتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المستقبلية. ان ازاي الانسان او كيف للانسان ان يعيش مع الطبيعة وليس على حساب الطبيعة. كيف ان يتم معادلة ان يعيش الانسان في مستوى معيشي مزدهر او الى حد ما يكون عنده انطلاقة من ناحيه النمو المستدام كاقتصاد. ازاي يعيش على حساب، يعيش مع الطبيعه وليس على حساب الطبيعه من المحور البيئي. هنا اقدر اقول ان التنميه المستدامه ان انا البي باحتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الاجيال المستقبليه. الاستوديو اللي حضرتك موجوده فيه النهارده لو حضرتك ما حافظتيش عليه مش هينتقل للقادم بهذا الشكل، وهكذا. النيل العظيم بتاعنا لو الاجيال اللي قبلنا ما حافظتش عليه ما كانش هياتي بهذا الامر، ونحن ان لم نحافظ عليه. يبقى اذا انا ما اخطاتش لما قلت التنميه المستدامه احافظ على تنميه ليا وللاجيال القادمه. اكيد. دكتور، ده هيقودني برضو ان انا اتساءل على اهميه البنيه التحتيه في دعم موضوع التنميه المستدامه. البنيه التحتيه بقول الفصل هي العمود الفقري للتنميه المستدامه في كافه المجالات لكافه المجتمعات. العمود الفقري هي الاساس. اقدر اعمل، انا عندي مشاكل قضايا استثمار، عندي قضايا تنميه، عندي قضايا تنميه عمرانيه، عندي مستقبل لقطاع الاعمال العام مستقبلا، عندي بعض الامور الكبيره جدا من المشكلات للمجتمع المصري.
اقدر من خلالها اعمل الربط. هعمل الربط ازاي؟ هشجع الاستثمار ازاي؟ هجذب استثمارات اجنبيه ازاي؟ هيبدا يعمل عندي عمليه خريطه للدوله ازاي الا من خلال التنميه المستدامه. المستثمر الاجنبي عشان استقطبه لمصر او لاي دوله راس المال دايما بيخاف، يعني ده فهنا لازم يكون في مصداقيه، في شفافيه، في كمان بنيه تحتيه اساسيه. ما انا مش النهارده هنزل اعمل مشروع في مكان مش هقدر ادخل النقل اللوجستي داخل المكان، هيبقى في عراقيل. ابدا اذا لابد من على الدوله المصريه، وده نهج الدوله المصريه من النصف الثاني ل 2014 بدات تضع خطه للانطلاق على التنميه المستدامه. ازاي اعمل تمهيد او رعايه الاستثمار او تهيئه مناخ الاستثمار من خلال البنيه التحتيه. هايل. طيب انا برضو كمواطن لازم اسال، مردود الكلام اللي حضرتك بتقوله ده والتنميه دي على الاقتصاد المصري من جهه، وعلى المواطن المصري اللي لازم يحس، يعني ما برضو هو لازم يحس بالتنميه دي، انا راجع عليا زياده في الدخل، ازاي على المحورين، على الاقتصاد المصري وفي نفس الوقت برضو على المواطن المصري؟ طيب بالنسبه للمواطن المصري، في ناس يمكن في لقاءات حواريه كتير جدا بيكلموني عن ازاي ان الدولار بينزل يا دكتور والاسعار لسه. أيوة. انا هحدد لحضرتك، وده الشق اللي يخص المواطن المصري، وبعد كده هننطلق نحو الدوله المصريه. بالزبط. الشق بقى الخاص بالمواطن المصري، حضرتك راكبه عربيه، واسمحي لي انا هبعد عن الاطار الاكاديمي عشان مشاهدينا. بالعكس انا محتاجه ده عشان الناس تفهم، عشان مشاهدينا، وانا عندي طلاب كتير في اسكندريه وفي محافظات اخرى بيشاهدوني النهارده لما حضرتك راكبه عربيتك وعايزه توقفيها، بتقف مره واحده ولا فرملي العربيه؟ طبعا بفرمل. تهدي لغايه ما تقف. النهارده الدوله المصريه استطاعت، او في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه لمعدلات النمو، بدات الاسعار تفرمل. حجم الاسعار هتبدا تاخد المده بتاعتها وتتوقف، وبعد كده ننطلق نحو التنميه، لان انا عندي 2020 بامل او في العمل على قدم وساق لكي نصل بمعدل النمو 6% معدل النمو. النهارده كان 5.6، 2013 كان 2.1. اذا كان عندي في 2013 مشكله كبيره جدا، لان انا كان عندي معدل البطاله 13.7، وكان عندي الاحتياط النقد المصري كان 14.6. النهارده وصلنا معدل النمو من 2.1 ل 5.6، ونأمل في 6%. كمان الاحتياط النقدي كان عندي 14.7، النهارده اصبح يزيد عن 45 مليار دولار. كان عندي معدل البطاله 13.6 في 2013، النهارده بدا ينزل عندي قرابه 6.75. القارئ البسيط اللي يشوف موضوع 13.6 معدل البطاله في 2013 والنهارده تجاوزا نخليها 8%، ال8% الفرق بين ال8 وال13 5%، مش قليل. ده مش 5% يا فندم. حضرتك انا هفاجئ حضرتك ان مش 5% انخفاض من 13 ل8، دول 10%. ليه؟ لان معدل النمو السكاني في 2019 عنه في 2013، قوه العمل دخلت في 2019 بكم كبير، لان تعداد السكان عندنا فاق ال 100 مليون وكان للاسف بياكل برضه في التنميه بتاعتنا. يعني الزياده السكانيه ما لا تلتهم كل مجهوداتنا، يعني عايزين برضه الشعب المصري يبقى عنده جزء من الوعي ان الاسره كل ما كانت صغيره كل ما هتطلع للمجتمع اجيال متعلمه واجيال افضل. شوفي يا فندم، اي رئيس جمهوريه في مصر بيعاني من قصه معدل. بس على فكره دي مش مشكله، معدل النمو السكاني، زياده معدل النمو السكاني، اولا النمو السكاني او عنصر راس المال البشري او العنصر البشري هو راس اصل محرك لكل الاصول الماديه، وده اللي بيدي الصيغه الحركيه للاصول الماديه. استثمرنا فيه، لان انا هفاجئ حضرتك النهارده ان في العشر سنين القادمين 2 مليار على مستوى العالم سيفقدون عملهم، وبعد 25 سنة من النهاردة، من اليوم 25 سنة من 2019،
كل الشكل الصناعي لانطلاقة القرن العشرين والحادي والعشرين ستنتهي. هنا أقرأ استثمر. أنا هقول لحضرتك إزاي. النهاردة لما أتكلم على الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، يمكن كان في فيينا في مؤتمر فيينا في ديسمبر الماضي كان سيادة الرئيس بيتكلم واتكلم عن التحول الرقمي وزود كلمة اللي هي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يا فندم المكان هيكلم بعضه. على فكرة في مواد بتدرس في كلية الهندسة وفي تخصص هام جدا اللي هو الكتروميكانيك في كلية الهندسة. هذا التخصص المهندس اللي بيطلع بيدوله سيستم مصنع يقلل فيه العمالة بمادة معينة بيدرسها انه يخلي المكن هو اللي يعني يقلل، مثلا بدل ما يبقى عندي 10 عمال هيبقى عندي مهندس واحد هيمشي المصنع. بس ده مش مشكلة. امال ايه المشكله؟ ده هنا مش ده هنا عندي مشكله بطاله. الدوله عملت ايه يا فندم؟ ما احنا انا يمكن حتى في كل كتاباتي بهتم بالناحيه التطبيقيه. الدوله عملت ايه هذا الامر؟ وضعت استراتيجيه لتدريب وتاهيل. الثوره الصناعيه، الثورات الصناعيه، اول ثوره صناعيه قامت كانت بتتكلم عن البخار وابتدت المكن يشتغل بالبخار. الثوره الصناعيه الثانيه كانت في نهايه القرن ال19 وبدايه القرن العشرين وابتدت الكهرباء وابتدى انطلاق الشكل الصناعي للقرن العشرين. بدانا بقى في منتصف الثمانينات بدايه ومنتصف التسعينات الى التسعينات بدا عندي الموجه الرابعه الثالثه او الثوره الصناعيه الثالثه تتكلم المبنيه على اتصالات وتكنولوجيا المعلومات. عندنا حاليا دلوقتي بدات الثوره الصناعيه الرابعه اللي بتتكلم مبنيه ايضا على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واهمها على الاطلاق الذكاء الاصطناعي. لكن الثوره الصناعيه الاولى والثانيه كانت لا تهتم بالعامل الماهر، وهنا بقى المهاره. ابدا من دلوقتي اعمل عمليه مهارات، ان لم تتقدم تتقادم. بدات النهارده الدوله المصريه تعيد شكل الـ يعني العامل اللي كان او الصنايعي اللي كان في خان الخليل، تزود من مهاراته، تزود من مهاراته، لان لو ما زودتش من مهاراته هيقعد في البيت وهيبقى عبء مجتمعي على الدوله. اذا الدوله بتسعى ضمن خطه التنميه المستدامه للبعد الاجتماعي ان تزود مهارات المواطن او الفرد لكي يواكب العصر. انا بقول لحضرتك 2 مليار على مستوى العالم سيفقدون عملهم ان لم يتم تدريبهم وتاهيلهم بالشكل الكافي عشان يقدر يتعامل يتواكب مع مستلزمات العصر. اكيد الطفره اللي حصلت في مجال الكهرباء لا باس بيها وكلنا حسينا بيها في كل البيوت المصريه. الكهرباء كانت بتتقطع ازاي والنهارده عندنا الكهرباء بقى شكلها ايه. اهميه ده يا دكتور في دعم الطفره اللي سيادتك بتتكلم عليها وفي دفع عجله التنميه في جميع المجالات. الكهرباء يا فندم متعدد مصادر الطاقه الكهربائيه، يعني توليد الطاقه الكهربائيه النهارده بقينا عندنا مصادر متعدده لتوليد هذه الطاقه النظيفه. تمام. هو اما محور الكهرباء كان المحور السابع في خطه الدوله في النصف الثاني 2014، وفي عجاله سريعه هدي حضرتك عرض مبسط عن ايه اللي تم والنواحي الايجابيه للمواطن والمشككين، وانا باكد على كلمه المشككين في الدوله المصريه وكفاءه الدوله المصريه. وعلى فكره البطل الحقيقي في هذه المنظومه هو المواطن المصري لمعركه البناء والتنميه. ليست القياده السياسيه وحدها، ولكن المواطن المصري هو البطل الحقيقي. ودائما الرئيس بيقول الكلام ده، بيقول اللي تحمل الاعباء في الفتره دي. مؤكد مؤكد. الدولة المصرية يا فندم، انا هرجع لحضرتك لموضوع الكهرباء. الدولة المصرية اتكلموا في النصف الثاني 2014 واهتموا بالبنية التحتية من خلال اربع محاور رئيسية او ثمان محاور رئيسية. طبعا الحلقة مش هتكفي هذا الامر، بس انا في عجالة ايه اللي تم ومردوده اقتصاديا ايه وايه اهمية الكهرباء. سريعا يا فندم، اول محور في المحاور الثمانية المشروع القومي للتنمية، المحور قناة السويس الجديدة والمناطق الصناعية واللوجستية الجديدة. عمل ايه؟ عمل اعادة كثافة سكانية وبدأ يعمل عملية الربط بين مدن القناة الوسي. بدأ يعمل ايه؟ لما حصل هذا الامر ومحور قناة السويس الجديدة بدأ يضخ اولا قلل زمن الانتظار بنسبة 70% عما كان عليه، اي قلل زمن انتظار العبارات اللي بتسير في مجرى الجديد عن ما كان عليه 11 ساعة. 11 ساعة لما يقلوا من وقت الانتظار زودوا الخزانة العامة المصرية تحديدا 500 يعني 700 مليون دولار للخزانة المصرية. وانا استاذ جامعة بهتم بالمراجعة. ابتدى كمان يا فندم المحور الثاني تنمية سينا، وتنمية سينا عملوا ايه؟ القوات المسلحة المصرية مع العديد من الشركات الوطنية بدأوا يستهدفهم انه هيتكلم او هيشتغل على 77237 وحدة سكانية داخل سيناء. ابتدى يهتم بسيناء صناعيا،
صناعيا وزراعيا ايضا. وانا بضيف النهارده صناعيا وزراعيا وبشر بالمثلث الشهير شجر وبشر وحجر، تبدا من خلاله تنمي سينا. بداوا بقى للمشروع الثالث، وده كان مشروع لا 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 الطرق والكباري، استهدفهم 30,000 كيلو وبداوا يشتغلوا. محاضرتك بتشوفي على مرأة او مسمع كل الساده المشاهدين على كل مصر ايه اللي تم وحصل. كمان يا فندم اهتموا او اتكلموا على المحور الرابع. المحور الرابع زراعه المليون ونصف مليون فدان، ده كان مرصود له 70 مليار جنيه مصري. بداوا يا فندم يوسع الرقعه الزراعيه، بدا يعيد من هنا يحقق يستطيع من خلال هذه الامور توسيع الرقعه الزراعيه، يبدا يزود صادراته، يبدا يعمل اكتفاء، يبدا يزود عمله صعبه، يبدا ينطلق نحو التنميه ويزود صادراته. كمان يا فندم المحور الخامس، بدات الدوله المصريه في العاصمه الاداريه الجديده 14 مدينه جديده، عاصمه اداريه جديده، تشكى الجديده، انا الجديده، منصوره الجديده، تشكى الجديده. كل هذه الامور مستقبل لاستثمار مستقبلي او استطاعه لاستثمار مستقبلي. ياتي بقى المحور السادس وهو محور لا 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 الاسكان، وده المحور او المشروع الاضخم في تاريخ مصر المعاصر. ناتي بقى المحور الكهرباء اللي حضرتك بتتكلم عنه. ايه اللي تم في محور الكهرباء؟ تم رصد يا فندم في النصف الثاني 2014 500 مليار جنيه مصري يبدا عشان يشتغل على الكهرباء. عملوا مين في محور الكهرباء؟ بداوا يا فندم يتكلموا على ثلاث محاور رئيسيه. اول محور فيهم استكمال لا 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 المحطات القديمه بنها والعين السخنه، دخلنا 3450 ميجا وات كهرباء. بدات كمان الدوله المصريه في عقد اتفاقيه من اقوى الاتفاقيات على في تاريخ مصر عن طريق شركه سيمنز الالمانيه. بداوا يعملوا ايه؟ بداوا يعملوا ثلاث محطات، بنها والبرولوس والعاصمه الاداريه، بني سويف والبرولوس والعاصمة الإدارية، استطاعوا أن يضخوا ويزودوا من الطاقة الاستعبارية للكهرباء 14400 ميجا وات كهرباء. فضلا حضرتك بقى عن محطة الضبعة النووية الجديدة اللي من المقرر ينتهي العمل بها من 2026 ل 2029، وخلي بالك حضرتك النهاردة بتكلم عن التنمية المستدامة، يعني أنا عندي حاجة بتجري ورايا 2030. استطيع من خلال محطة الضبعة النووية الجديدة يبدأ النووية يبدأ يزود لي طاقة الكهرباء في المشروع القومي للكهرباء 4400 ميجا وات كهرباء. اذا ايه اللي تم وايه اللي حصل؟ استطاعت الدولة المصرية انها تزود الطاقة الاستيعابية للكهرباء للشبكة الكهربائية بقيمة 25,000 ميجا وات الكهرباء. الكلام ده يعني ايه؟ الكلام ده يعني زياده في الطاقه الشمسيه يا فندم، برضه استخدمنا في برج العرب وبعض المصانع شغاله بالطاقه الشمسيه، زودوا من الطاقه الشمسيه، مصادرنا تعددت المصادر. الاهم من هذا الامر بقى ان النهارده احنا بنستطيع او استطعنا نزود الكهرباء الطاقه الكهرباء بمعدل 12 ضعف توليد السد العالي للكهرباء. هايل هايل، كلنا شايفينها. والا لم يعني مش هنقدر نبني مدن، ومحطه الضبعه انتاج الطاقه فيها اعتقد ان هي من خطه الدوله فيها ان شاء الله تصدير الطاقه ايضا الكهربائيه وليس اكتفاء المحلي فقط، دي خطه الدوله على المدى الطويل. وان شاء الله المنطقه دي كلها هتشهد عمران غير طبيعي اللي هو الصحراء الغربيه كلها، لان الضبعه هتغطي الكلام ده من خلال الطاقه الكهربائيه. الطاقه الكهربائيه طاقه نظيفه، فاذا انا لما هعمل مدن هعمل حاجات عندي بنيه تحتيه عندي طاقه كهربائيه، مش بس هبني مدن انا، لا ده انا هجيب كمان استثمار، ده انا كمان هعمل حاجه الربط بين مصر ودول الجوار والامن المائي، الامور كلها. النهارده فندم لما حضرتك اتفاقيه ترسيم الحدود، انا دلوقتي النهارده عندي امن مصر، يعني الخارجيه المصريه كمان لعبت حاجه هايله. حضرتك دخلتينا في امر في منتهى الاهميه، لان حضرتك وصلتني الحته دي فانا قلت الحته دي فيها جهاز. انا هربط بقى مع حضرتك وتكتمل الصوره للساده المشاهدين وايضا للمشككين. ترسيم الحدود، كمان اتفاقيه قبرص شرق البحر المتوسط اللي سياده الرئيس عملها، واللي النهارده جعلت من المنطقه كلها تنظر لمصر او العالم ينظر لمصر نظره مختلفه تماما. زمان كنا بنتكلم على التجربه اليابانيه في التعليم، تجربه تجربه تجربه، النهارده المؤسسات الدوليه بتنظر للدوله المصريه على اساس ان هي تجربه مصريه
تمت من خلال بعض الامور اللي اهتمت بيها القياده السياسيه والمصريين نحو انطلاقه نحو التنميه. النهارده كمان يا فندم استكمالا لهذا الامر، الغاز احنا زمان ما كانش عندنا، ويمكن انا كنت في مؤتمر مؤخرا الاسبوع الماضي وبتكلم وبيسالوني عن الغاز وعن قصه الغاز. يا فندم بكل اختصار احنا ما كانش عندنا مصانع بتسيل الغاز، فكنا بنبدا نصدر الغاز يرخام يسيلوه واحنا نستورده تاني باسعار رخيصه. النهارده يا فندم انا بطمن الساده المشاهدين، لا احنا عندنا مصانع لتسييل الغاز، بدانا وبدانا ننطلق نحقق الاكتفاء. يا فندم احنا عندنا مشكله كبيره جدا 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 ادركتها القياده السياسيه، احنا عندنا في الميزان التجاري عجز 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 في الميزان التجاري. لما يبقى عندي عجز في الميزان التجاري ده معناه ايه؟ معناه ان انا بستورد اكتر ما بصدر. بدات الدوله المصريه تعمل ايه؟ طب احنا كان عندنا، عشان الساده المشاهدين يكون الامر ده واضح بالنسبه لهم، احنا بنستورد بكام وبنصدر بكام؟ احنا بنصدر يا فندم ب 24.8 من 10 مليار دولار. بنستورد يا فندم ب 70 مليار دولار، يعني انا عندي فجوه قرابة ال 45 مليار دولار. الدولة عملت ايه؟ ويمكن كان اجتماعات حاولت تقلل الفجوة دي بزيادة الصادرات وتقليل ان انا استورد. الكلام ده نظري، لكن العملي بقى اللي تم تطبيقه بالفعل اجتماعات للسيد رئيس مجلس الوزراء، وكمان تدخل فيها سيادة الرئيس ان احنا هو احنا هنكتفي بان احنا نزود صادراتنا بايه وازاي؟ هنا يا فندم كان عندنا حاجه اسمها رد الاعباء التصديريه، رد الاعباء التصديريه للمصدرين، لان كانت عندي عرقله للمصدر ان انا ازاي يصدر. بدات عندنا حصل عندي دروبين، الدروب الاول في 2011 والركود واللي كان بيحصل في الدوله المصريه في 2011، بدانا كمان في نوفمبر 2016 تعويم سعر الصرف، لما عولنا سعر الصرف وبدا كمان المشكله تتراكم بقى الاعباء التصديريه كان عبء على المصدر. الدوله المصريه بدات تنتبه لهذا الامر، بدات ترصد ان احنا خمس سنين قادمين، واسمحي لي البرنامج النهارده هتلاقي حضرتك كمان خمس سنين كمان 10 سنين كمان 35 سنه كمان 50 سنه الى ان نصل ل 2063. ده افريقيا، وخصوصا ان احنا النهارده بنترأس الاتحاد الافريقي وعلينا اعباء كتير. المحور ده هياخدنا في طريق في منتهى الاهميه. بدات مصر تعمل ايه؟ بدات تشجع الصادرات المصريه تعمل على تعميق المنتج المحلي ليحل محل الواردات من الخارج عشان ما نستوردش كتير. بدانا عندنا 31 صناعه او محور صناعي بدانا من خلاله نهتم باهم الثمان صناعات، الصناعات الكيماويه، الصناعات الهندسيه، صناعه الادويه، ويمكن في مؤتمر حاليا وانا يمكن النهارده هعقب عليه القصه بتاعت الخاصه بان عام 2020 يكون عام صناعه. والشراكة المصرية أو الشراكة بين القطاع الخاص وبين القطاع الحكومي، ولكن بأؤكد لحضرتك إن إحنا في عصر الرئيس السادات لما حب يعمل انفتاح اقتصادي بدأ يعمل انفتاح اقتصادي بس كان القطاع الخاص بيقود. النهاردة القطاع الخاص يقود عشان كده ما كملناش، لكن النهاردة في استراتيجية قومية واضحة من خلال خريطة أونلاين للمستثمرين، إزاي هتستثمر وتستثمر فين وتستثمر بكم وإزاي أمهد لك الطريق. يبدأ من هنا اي وده امر مسلم بيه، اي استراتيجيه قوميه للدوله بتضيف للاقتصاد القومي قيمه مضافه. صح. زمان او في فترات كنا في مقوله شهيره ان الاقتصاد المصري صاعد على سلم منهبط، تخيلي حضرتك اقتصاد صاعد على سلم منهبط ازاي؟ انا بعمل ايه؟ على فكره كمان احنا النهارده لما يبقى معدل النمو يوصل 5.6 وتباطؤ الاقتصاد العالمي بمقدار 3.1، يعني احنا ماشيين في سكه تخيلي الوضع عامل ايه وعامل يعني انا بجد سعيده بحضرتك يا دكتور ياسر. حضرتك بجد يعني لما انا قاعده مش عارفه اتكلم من كتر ما انا حاسه انا باخد محاضره فعلا وداتا، يعني معايا بيانات. انا دكتور ياسر بيتكلم بالبيانات يا جماعه وبمعدلات مهمه، يعني انا لما بقول فعلا الدوله عملت كذا فده انا كمواطن عادي بقراه بحاول اتعامل معاه، ولكن انا دلوقتي معايا داتا ازاي اجيب استثمار، ازاي انا عندي بنيه تحتيه هتشجع استثمار، هتشجع مدن جديده، مش هيبقى في تكدس، كل ده ومعدلات نمو الى جانب بقى الحرب الاساسيه اللي بتدار في سيناء.
الحرب اللي بتدار في سيناء يد بتبني ويد بتحمل السلاح كمان. في اهتموا يا فندم، اهتموا بحاجه خطيره جدا، اهتموا بالبعد الانساني للمواطن. من ناحيه ايه؟ من ناحيه المحور الثامن اللي كان بيتكلم، وانا حاليا دلوقتي هتكلم نظري واحاول لحضراتكم اللي تم في عجاله، انا عارف وقت الحلقه النهارده للاسف اصل وقتنا انتهى خلاص. النهارده يا فندم لما بتكلم على حزمه مشروعات بناء الانسان المصري، كانت في من 2013 كان فيه محاوله بالعبث بالهويه المصريه، بدات الدوله ويمكن سياده الرئيس اتكلم في ثلاث محافل رئيسيه على ان بناء الانسان المصري اولى اولويات الدوله او على راس اولويات الدوله. ليه؟ عشان اعيد الهويه المصريه عما كانت عليه، لازم ابني الانسان تعليميا وثقافيا وعلميا. بدات الدوله المصريه ترسخ مفهوم الموروث الثقافي والحضاري واهتم بالبعد الاجتماعي، واساسه الاسره المصريه، واساسه المراه المصريه، وازاي اعمل عمليه تنميه للمراه المصريه من خلال المراه المصريه، وده بعد مهم جدا. كمان اهتمت بترسيخ اركان الثقافه عشان اقدر اعمل اركان ثقافه، القيم والمبادئ المصريه القديمه والرموز. بدات كمان تاكد على الهويه العلميه، بدات كمان تتاكد او توفر الرعايه الرياضيه، بدات كمان توفر اهم حاجه الرعايه الصحيه مش العلاجيه فقط، لا ايضا الرعايه النفسيه الخاصه بالمواطن المصري، لان في فجوه بين القديم وبين الحديث. هنا النهارده بقى بالشكل التطبيقي بقى عندي برنامج تكافل وكرامه، ووسعهم الحراك المجتمعي عشان يبدا يشغل ابناء المنتفعين من برنامج تكافل وكرامه، بدا يوسع الحراك المجتمعي او الحمايه الاجتماعيه. بدات كمان يا فندم حضرتك بتسمع عن مصر بلا غريمات، يبقى انا عندي برنامج تكافل وكرامه اهو موجود، كان بيتكلموا عنه في 2014 النهارده موجود. مصر بلا غريمات كانوا بيتكلموا عنه في الفتره من 2014 ل 2017، والنهارده مصر بلا غريمات. ابتدوا كمان يهتموا بقصور الثقافة، ابتدوا كمان يهتموا. أنا على فكرة يمكن بأكد في كل لقاءاتي أنا ما بلعبش سياسة، أنا بلعب علمي فقط. النهاردة بقى عشان أبدأ أعمل عملية برنامج تكافل وكرامة، أبدأ أهتم بالبرنامج الرئاسي للتدريب والقيادة للشباب، ابتدوا كمان يهتموا بالصعيد الذي لم تولي الدولة المصرية من قبل الاهتمام الذي توليه هذه الايام او هذه الاونه بالصعيد. بداوا يعملوا 200 مشروع للصناعات المتكامله داخل مدن الصعيد. بدا يعني كمان بجد بجد احنا المفروض يتعمل سهره لهذه المعلومات. وجبنا اعلاميا ان انتوا تعرفوا كل حاجه بتحصل في البلد، وجبنا اعلاميا ان احنا نعرفكم اللي بيحصل في مصر، بس الصبر شويه يا شعب مصر علشان تشوفوا الانتاج. نطور نفسنا، نطور في مظهرنا، نطور في ابتسامتنا، نجيب سياحة لبلدنا، نعدد مصادر الدخل، ان شاء الله هنشوف مصر احلى. الناس تهتم شوية باخلاقياتها، لان احنا محتاجين ثورة سلوكية للعودة لجذورنا المصرية الاصيلة في الاخلاقيات العامة، في احترام الكبير، في احترام الكلمة، في الرجولة، في عدم السلبية. دكتور استاذ دكتور ياسر السيد شحاته، خبير التنميه المستدامه واستاذ اداره الموارد البشريه، كل الشكر لسيادتك يا فندم. حضرتك يعني بجد بجد اديتنا معلومات هايله جدا موثقه، وكلها داتا هايله جدا للمشاهد ان هو يسمع، علشان العقول او الناس اللي بتدير الشائعات تبقى شايفه كويس قوي. ده واجبنا كاعلام. ده سر حضرتك واداره حضرتك للحوار هو اللي خلى الحلقه كده. ميرسي يا فندم، كل الشكر والتقدير لحضرتك، وصباح الخير عليك وعلى المصريين. فاصل وهنرجع لنحتفل بالمولد النبوي الشريف. كل سنه وكل الدنيا بخير يا رب، ايام جميله، ايام سعيده، نعيشها كلنا بخير وبسلام وبحب باذن الله.